واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. عرفت نفسي تاني. بص يا سيدي، معاكم محمد عبد السلام، زميلي محطوط معاكم في المحطات. انا خريج دفعه 2016، وده مصر بشكل قصير، بس انا ايه دفعه 2016. طيب احنا عايزين ندرس نوع الماده دي، يعني ليه يعني ناخد ماده المحطات؟ خلينا نتفق اتفاق، نخلي الكلام رايح جاي، ولا تحط الهمت والفتح ايه مش مشكله. احنا عايزين ندرس الماده دي. قال لك أول حاجة عايز أدرسها، عايز أدرس تايبز مختلفة. يعني إيه تايبز مختلفة؟ يعني محطات أنواع. كنا إحنا قلنا إن هي ممكن تكون ستيم، صح؟ وممكن تكون جاز، وممكن تكون كومبايند، وممكن تكون نيوكلير، وممكن. فأنا عايز أدرس كل تايب. ليه؟ عشان أفهم بتشتغل إزاي، وعشان أفهم طب إيه مزاجها عن غيرها. ما اشتغل واحده خلاص هو وجع دماغي، يبقى انا عايز اعرف التفصيل ده عشان اعرف ايه اللي مفيد وايه اللي مش مفيد. دي نقطه. المنهج كمان هيبتدي اتجاه ناحيه الستيم تفصيل شويه. يعني كنا نرسم البويلر كده، ده البويلر المشكله بقى، ده انا اروح اشوف محطه الكهرباء الاقيه حاجه ضخمه خالص. طب ليه الكلام ده؟ يبقى عايز اتكلم ايه البويلر ده؟ عايز افهم التربينه بتشتغل ازاي والدنيا شغاله فيها ازاي والكومبوننتس بتاعتها. عايز افهم الكوندنسر. فكل دي حاجات مهمه عايز تطلع منها من الماده. الماده دي فيها زخم علم كتير جدا، فحاول تاخدها رقم الجد. طيب احنا هنبتدي في اول سيكشن هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الكوندنسر. هو طبعا احنا معانا الشيت المفروض، او لو مش معانا هقول لكم السؤال. مش في شويه نظري في الاول كده عايزين نهرب الشيت. يعني هو ايه فايده الكوندنسر؟ ايه ده؟ لا تحط الهرب والفرد. ايه فايده الكوندنسر؟ ايه؟ قال لك بص يا اولا هو بيعرفك اول سؤال بيقول لك ايه هو الكوندنسر. فالكوندنسر هو هيت اكسشينجر بيحصل بيه تدافي. طب لو نرجع كده للسيمبل رانكينج سايكل خالص البسيطه. اتفضل حد بيتكلم. ايه فايده الكوندنسر ده بقى؟ الباشمهندس قال لك بيكسر البخار. طب ليه انا عايز اكسر البخار؟ عشان البومب دي ما ينفعش نخش عليها ستيم. قال لك الحقيقه دي فانكشن فعلا من الفانكشنز بتاعت الكوندنسر. بصوا خلي بالك بس، هو في تضخم بعيد زمن صغير بيروح ويجي. عايزين الدنيا بس تبقى. طيب قال لك طيب الكوندنسر ده اول فايده هكسب عشان الطلبه دي ما تروحش في داهيه. افتكر ده بس. الله ينور عليك. هي كده خلاص اتفقنا ان عشان البامب دي حاجه من الحاجات. قال لك اصل كمان في نقطه، لو جيت ترسم اكسس دايجرام لو تفتكر كنا لما بنيجي نرسم كنت ابقى هنا التربينه وانزل للكوندنسر اي ما يكون هي مشغوله شويه. خلاص؟ كان عندي ديت اللي دخل التربينه نسمي ده ايه وده نسميه بي. صح؟ فقال لك كنا بناخد في الثيرموجرام يقول لك ازاي تزود الطاقه والافشنسي، تقول له يا تعلي الضغط ده فتكبر الخط، يا تقلل اللي تحت، يا تزود البويلر، الكلام ده كنا بنشوفه صح؟ يا اما تعلي ده كده فوق، يا اما تنزل ده تحت، يا اما تسخن قوي هنا فبتاخد طاقه عاليه. بس الحقيقه كنا كل حاجه كان ليها حل. يعني انت جيت يقول لك ايه؟ والله لو هتعلي الضغط عندك بتاع التربينه تعلي الضغط، بس انت بتعلي تمبريتشر معايا صح؟ ولو عليت تمبريكشر معايا التربينه دي ليها يعني مصنوعه من ماتيريال ما تقدرش تعدي تمبريكشر معينه. ده اللي احنا كنا عارفينه. بس بقى في حته كده حلوه. يقول لك اصل بص لو فتحت الستيم تيبل هتلاقي كالاتي.
البريشر بيمشي ايه؟ يقوم مثلا 0.01 0.02 0.03 خلاص؟ يفضل لغايه ما يوصل مثلا 1 بار 2 بار 3 بار كده الى اخره. قال لك انت بتقول لي هزود بريشر صح؟ هزود بريشر مثلا بنقول بنتكلم مثلا في 100 بار و101 بار. طيب بص بقى الحته اللي انا عايزك تفهمها، هم يجي يكتبوا ان يقلل البريشر بتاع ده. تمام؟ قال لك بص لو اخترت الستيت تيبل هلاقي الاتش الفرق ما بينها في ال 0.1 وال 0.2 قول مثلا 4 خلاص؟ وهلاقي هنا الاتش ما بين ال 100 وال 101 قول مثلا يا سيدي 3.5. بس خلي بالك فرق البريشر هنا كام؟ 1 بار. فرق البريشر هنا كام؟ 0.01 بار. يعني لو انا عاوز اخد 1 بار في الضغوط القليله هاخد اتش ايه؟ كبير. يبقى دي اللعبه اللي هو ليه بيهتم؟ ما انا كان ممكن معلش يعني هو ايه اللي يهمني واعمل دوت بريشر فيكيوم قليل ويخش لي هوا من بره ومشاكل كتير. ما تخليه واحد يقول ارمي على الاتموسفير يا سيدي. وشفنا مع الدكتور قال لك عشان البريشر فوق فوق فوق, فوق. نطلع فوق في سكشن في كام؟ 43 43 انا هنزلت فيكم العيش الرياضه. قال لك لو شفنا على الدكتور في المحاضره قال لك ايه؟ قال لك عندي بريشر بره 1 بار وجوه فيكيوم هتلاقي الخطاب ده عايزك ايه؟ تتضمن عايز الكوندنسر ده يتبهدل. طب ايه اللي رميت على المر؟ طب ما خليها 1 بار وخلاص. يعني هي 1 بار لو 0.01 هتفرق؟ اه هتفرق. كل واحد من 100 فارق معايا في الاتش قيمه كبيره قوي. ولذلك هو بيهتم ان دايما ينزل بالبريشر. ما انا ممكن ابدل لو هي على مجرد ان انا اكثف. طب ما اكثف عند ضغط جو، خلي الميه دي تطلع لسنه تحول ميه عند ضغط جو، بدل اوجع الدماغ ده والفرص العاليه واعمل فيديو والدنيا تتضايق دي كلها. قال لك بس الفكره في الاتش هاخد احلى باور لما كل بنزل بالبريشر بتاع الكومبلكس. واضحه؟ طيب يجي يقول لك ايه؟ يقول لك قول لي تو تايبس من الكوندنسر، احنا خدناهم في المحاضره، هم ايه؟ الله ينور عليك. قال لك النوع الاولاني دايركت والنوع الثاني سيرفيس. طب ايه الفرق؟ قال لك ولا حاجه، واحد دايركت كونتاكت واحد ده عارف شبه ايه؟ فاكر في السيرم لما خدت اوبن فيد ووتر وكلوز فيد ووتر؟ الاوبن فيد ووتر الميكس بيحصل ايه دايركت؟ الثاني لا. طيب ليه يعني؟ يعني ده ده ايه فايدته وده ايه فايدته؟ ده عامل كده بالظبط زي ايه؟ زي الدش نزل الميه تمام؟ والستنج عندي اتكسر. بس طالما حصل دايركت كونتاكت يبقى الميه اللي انا لازم ادخلها ديت لو في محطات لازم تكون على نقاوه عاليه. واحنا شفنا مع الدكتور في المحاضره ان الميه بتمشي في التجريب عشان تكثف الستيم 55 ضعف كوزن الستيم. يعني الستيم ده اصلا ميه متنقيه من الفرازه. تخيل كمان هجيب لها ميه كميه ضعف 55 مره عشان انقيها عشان اعمل دايركت كونتاكت، دي كارثه. فيقول لك ده بيستخدموه في الجيو سيرفر. يعني الجيو سيرفر يعني بطن الارض عامله سايكل زي دي بالظبط. بس الفكره ان انت عندك بدل بويلر مطلع من الارض. قال لك طب وانا كده كده طالما بطلع ميه من الارض فهي ميه زي الزفت، فيها املاح وفيها طينه وفيها ارض، فكده كده بنقيها. طب ما خلاص يبقى انا ساعتها مفيش مشكله اخلي الكوندنسر ده دايركت كونتاكت بميه والميه في الارض كله هيترمى على بعضه هتبقى ظبط في بعض. لكن في المحطات ما ينفعش كده. قال لك المواسير ممكن تتسد بالاملاح ويحصل مشاكل والطرمبات وليه؟ فقال لك بقى اعمل السيرفس. ايه السيرفس ده؟ هيت اكستشينج عادي. ماسوره يعدي الستيم من عليها بره والميه تمشي جوه. دي ساعه ودي سخنه يتكسر الستيم. طيب ده كده النوعين. قال لك هو ليه واي ذا كوندنسيشن اوف ستيم كرييت فيكيوم ان ذا كوندنسر؟ دي كوكو خالص، ده سؤال تاني. بيقول لك هو ليه الستيم لما يتكسر يتكون فيكيوم؟ ما الفوليوم قال عامل زي شخص فهيكون فيكيوم. طب هو الفيكيوم اللي بجيبه في الكوندنسر بالطريقه دي بس؟ قال لك لا، الحقيقه ان بيكون في حاجات بنعمل لها فيكيوم. يعني الفيكيوم اللي بتوصله ل 0.01 ده مثلا انت بتعمله.
بحاجه بقى كونفرجن دايفرجن نوزلز بطريقه معينه بحيث ان انت تعمل ايه؟ فيكيوم جوه. خلاص؟ طيب سالك سؤال تاني، قال لك ايه الهوت ويل ده وايه الفانكشن بتاعه؟ انت بص لما بتيجي ترسم الكونفرجن بترسم بالونه كده وترسم بالونه صغيره. صح؟ ايه البالونه الصغيره دي؟ قال لك ما هو ده الهوت ويل. طب ايه فايده الهوت ويل ده؟ يعني ايه الهوت ويل ده؟ قال لك من الاخر الهوت ويل ده زي بيرز. انت دلوقتي كسرت الاستيم، الميه دي اتجمعت فين؟ كانك جبت دش ولميت في الميه دي. طب جميل. طب ليه؟ قال لك تعالى كده نبص، انا عامل الهوت ويل ده حمايه للغلبانه دي. الغلبانه دي ليها ثلاث صور، يا تكون من الستارت اب، يا تكون شغاله اوبريتنج، يا تكون شوت داون، او الهوت ويل بيحميها في الثلاثه. تعالى نمسك الستارت اب، الترمبه دي عايزه تقوم صح؟ هنا ايه؟ نيجاتيف ساكشن عليه نيجاتيف. لو مفيش تانك بيغذيها بميه ايه اللي يحصل؟ احلى هواء يخش هنا، احلى كافيتيشن البامب دي تبقى في السباق. يبقى اول حاجه عايز احميك. طب خلاص هوفر لك في الستارت اب لما الريش تدور، تدور على ايه؟ مغموسه في ميه، تدور على حاجه فيها ميه ما تسحبش معايا هواء. دي الحاجه الاولى. طب ده كده في الستارت اب. في الاوبريتنج، في الاوبريتنج برضه نفس الفكره. انا ممكن يحصل اي حاجه تسحبني اير من بره يضمني الترومبا دي. خلي بالكم الثلاثة زي بعض. يعني برضه عايز احميها من الكافيتيشن. الشوت داون قال لك طب تعالى. الشوت داون يعني عملت ايه؟ قفلت الاستيم اللي هنا. خلاص؟ لو قفلت الاستيم اللي هنا في ميه هتتولد؟ لا. يبقى الترومبا دي برضه هتسحب وهي بتعمل شوت داون ايه؟ هواء، يبقى كارثه. فقال لك لا، يبقى انا التانك ده دايما موفر لي سورس ميه غامس فيها الترومبا اللي تعمل ايه؟ تسحب ميه، ما تسحبليش هواء وتسحبها. تمام؟ يبقى لما يسالك عن هوت ويل جاوب كده. خلي بالك الامتحان بيبقى جزء نظري وجزء مسائل، فالنظري مهم. طيب وهنشوف بقى الحته في المسائل واقول لكم الزيتون هتمشي ازاي. هيجي يقول لك هنا الهوت ويل ده بياخد دقيقتين عشان يتملى. هنشوف الحته اللي الدكتور قال عليها ان تاخد دقيقتين دي مش معنى دقيقتين يعني. طيب السؤال اللي وراه قال لك بما انك يا سيدي في نيجاتيف هنا يبقى غصب عنك هيخش ايه؟ هيخش هواء. هندي حته كده برضه ايه؟ تقيم كده صغيره، ده كده نيجي مش صح؟ هو في نيجي مش اللي بيحصل في السايكل البوست؟ اه مش عندي هنا بيشرب عالي؟ بس الليك مش هنا ايه؟ الاستيم بيطلع بره. اما الليك مش هنا ايه؟ الهواء بيخش جوه. طيب قال لك جميل. طب والليك مش ده يزعلني؟ ايوه اه طب يزعلني ليه؟ يعني ده مش عايز تبطل معايا. الله ينور عليك. اول حاجه اول حاجه لو دخلني هواء هنا المشكله الاولى بصوا انا معلش لو المصدره دايما عندي عاده فيا بقى لها اربع سنين لو هو متلخبط بس يعني موجود الورق كده مش بس افهم معايا بس دلوقتي انت عندك لو دخل هواء ايه المشكله؟ قال لك الحاجه الاولى اللي بشارلز بيقولها دخل هواء يعني رفع لي البرشر بتاع الكوندنسر دي اول مشكله بقى في زحام جوه بيزحم لي رفع لي البرشر قال لك طيب سؤال احنا كنا بناخد الهواء ده ونكون هيك ترانسفير ولا بدل ترانسفير؟ بات بدليل ان انت لما تبوظ حاجه تبردها لو قعدت تنفخ فيها هوب هوب مش تبرد بسرعه لكن لو تمسك جرب الميه تفرق. فقال لك الهواء ده بدل ترانسفير. طب هتقول لي هيضايقني في ان هو بدل ترانسفير؟ اقول لك تخيل بقى معايا الموضوع دلوقتي تعالى نتكلم. انت عندك ماسوره هي صح؟ الميه ماشيه جوه خلاص، الميه دي هي ميه البحر. او اي ميه مش شرط تكون بحر. خلاص؟ الستيم جاي منين؟ من فوق. صح؟ الهواء دخل فين؟ في الكوندنسر. عمل لي ايه؟ كانه طبقه عزل. ده ايه؟
عمل بيه باك هيد ترانسفير، يبقى ساعتها لان الهيد ترانسفير هيعتمد على الهيد في المعدل، هيعتمد على الميه ويعتمد على الستيم ويعتمد على الماسوره. فانا كده دخلت مع الستيم واحد بيعمل باك هيد ترانسفير، يبقى في كده الحالات الهواء دوت ايه؟ زي الزفت. كمان الهواء ده ممكن يكون محمل كمان بغازات، الكلام ده يعمل اوكلوجن في المواسير من بره. يعني الهواء ده كارثه. باك هيد ترانسفير يعلي لي الضغط، ولو على ضغط الكوندنسر يبقى انا باخد باور اقل. يبقى الباور اقل يبقى الافشنسي اقل. ويعمل لي كمان كروش. قال لك طب بسيطه، عايز تسحب حط على الكوندنسر كده حاجه كونفرجنت دايفرجنت موزل. دلوقتي الستيم لما يعدي على المواسير يحصل ايه؟ يتكسر والهواء يعمل ايه؟ خفيف صح؟ تخيل لو جبنا الهواء ده اغريته، يعني اغريته ايه؟ قلت له انت دلوقتي هنا هو 2.1 عايز تيجي هنا؟ طب انا بلاش 2.1 عشان تبقى كده 2.08 مثلا يا سيدي 2.1 عشان تبقى لذيذ خلاص؟ الضغط قليل قوي هنا، طب ما اعمل لك الضغط هنا اقل، الجرح يروح لفين؟ للاقل. طب بيعمل الضغط الاقل ازاي ده؟ بيجيب ستيم من السايكل بتاعتي ويعديه بالكونفرجن دايفرجن. الستيم ده بريشر عالي صح؟ وطاقه عاليه. البريشر العالي ده لما يخش على نوزل هيحصل ايه؟ يتحول لايه؟ فيلوست صح؟ فالستيم يعمل ايه؟ يعمل يجري. فلما يجري الستيم يعمل لي نيجاتيف بريشر عالي قوي، فالهواء يتسحب. هتقول لي بس ثانيه، ده انا خسرت ستيم والسايكل عشان اعمل الحوار ده. اقول لك معلش، خساره قريبه ولا خساره بعيده؟ ما الهواء كده كده كارثه، ده اللي هيخسره لي في الباور كارثه، والباد هيت ترانسفير كارثه، وكروشا للمواسير يعني بخسر فلوس على الارض. لا انا اخسر شويه ستيم مش مشكله. فانا هعمل ايه؟ اجيب نوزل كونفرجن دايفرجن نوزل اعدي فيها ستيم بطريقه معينه. الستيم ده كان ضغط عالي، لما يعدي في الحته دي يبقى الفلوست بتاعته عاليه، لما يعدي بسرعه قوي يعمل نيجاتيف بريشر جامد يسحب الهواء. تمام؟ اسمها العمليه اسمها اير شيفت. وهي هيها نفس الفكره، يعني انا كده سحبت بيها الهواء اللي انا مش عايزه، وهي نفس الفكره ان انا بعمل بيها نيجاتيف بريشر اصلا في البدايه. ما هو دلوقتي في الكوندنسر ده قبل ما اعمل ستارت اب، قبل ما اعمل ستارت اب مليان ايه؟ هواء. فانا هعمل الحركه دي اسحب منه ليه؟ الهواء عشان اعمل النيجاتيف بريشر اللي انا عايزه. يبقى انا برضو بستخدم الطريقه دي في ان اوصل للنيجاتيف بريشر بتاعي. في اي مشكله يا شباب؟ لو في حاجه هوقفها افهمها معلش. بص احنا في اول سيكشن هنفصل تفصيل كل حاجه لوحدين في الاخر هنلمت الدنيا، بس افهم معايا كل البارت لوحده. واضحه؟ انت تسحب الستيم من غير بريشر ها؟ الستيم من غير بريشر في الباي؟ اه هاي بريشر مش شرط بقى اي ستيم في السايكل، المهم اصل اي ستيم في السايكل بريشر عالي مقارنه بالبراد. ده ما بتكلمش واحد باور ولا بتاع، انا بتكلم في بريشر عالي. لا لا لا، ده انا قبل ما استارت اب جنبه بفكيبه. الستارت اب بص المحطه في الستارت اب هو التاني. يعني هو انا هولد ازاي لسه ستيم والدنيا وتظبطات كده؟ يعني الستارت اب ده قصه لوحده، ازاي اعمل ده كله؟ يعني ممكن اقول لي ايه؟ ستارت اب وانا وليد ستيم اصلا. طيب بص السؤال السابع حلو، يقول لك ايه؟ يقول لك واو لورينج كولينج ووتر تمبريتشر انتر كوندنسر امبورتنت تو باور بلانت. بالاخر كده بيقول لك انا مش مدخل ميه هنا، ميه ساقعه من البحر خلاص. يقول لك ليه كل ما قل التمبريتشر بتاعت الدخول كل ما اخد احلى بوش. تعال نفكر مع بعض. بص السايكل بتاعك شكلنا هنتعبك في المونتاج يا معلش. يلا بينا. بص يا سيدي،
السايكل بتاعتي كانت ازاي؟ زي ما احنا عارفينها كده. صح؟ دي السايكل بتاعتي. جميل. فين الستيم؟ فين الكوندنسر؟ في السايكل بتاعت الستيم الحتة دي مش هو بيكسبه؟ فهنا الستيم. طيب انا بقول لك كل ما دخله ميه ساقعه اللي بقى هنعملها دروس مثلا، كل ما دخله ميه ساقعه كل ما اقدر انزل بالضغط، ميه ساقعه انزل بالضغط، اسقع انزل بالضغط. ليه؟ وينفع ابرد حاجه، حاجه اسخن من حاجه انا عايز ابردها؟ لا، يبقى لازم الميه اللي تخش دي تكون ساقعه. نقول مثلا، نقول مثلا بقت 20 درجه، 20 درجة هتطلع كام؟ 23 درجة، يبقى لازم الـ T saturation تكون فوق كام؟ 23 صح؟ أنا داخل بمية ساقعة، هتخش هنا لازم هتطلع النقطة دي تكون تحت الـ T saturation، عمرك ما تقدر تطلع كده، ما ينفعش تسخن حاجة تبقى كده، غلط. كده معناها إن ما بسخنش، الثانية ديت هي اللي بتسخن الثانية، عكست الدنيا. فأنا دلوقتي لو داخل 20 هطلع 23، الـ T saturation كده كده لازم تكون أعلى من 23. طب تخيل داخل 18 وطلعت 21، التي ساتوريشن اقدر انزل بيها ولا لا؟ اقدر انزل بيها. لو قلنا هنا مثلا كانت 25 هنا ممكن تبقى 23. اقولها بصوره ثانيه؟ مفهومه ولا اقولها بصوره ثانيه؟ بص دلوقتي انا ببرد ايه؟ ببرد الستيم ده. خلاص؟ فانا داخل ميه عندي قول 20 طالع 23. جميل؟ ينفع التي ساتوريشن دي تي ساتوريشن بتاع الستيم تبقى اقل؟ ما هي لو اقل يبقى هي اللي بتسخن الميه، هي اللي اسرع. لا هي اللي اسرع فلازم هتكون ايه؟ اعلى منها. قال لك طب لو انا دخلتها عند 18 وطلعت عند 21 التي ساتوريشن زي ما هو صح؟ بس عندي سماحيه ان انا اقدر انزل بيه صح؟ طب وانزل بيه يعني ايه؟ يعني نزلت من البريشر بتاع الكوندنس. طب تعالى نفكر نفسنا حاجه كده، في علاقه ما بين البريشر بتاع الكوندنسر والتي ساتوريشن. لو ده قل تاني ايه؟ صح؟ يعني ايه التي ساتوريشن دوت؟ الميه، احنا بنقول الميه بتغلي عند ايه؟ 100، بس يقول لك ثانيه عند الضغط الجوي. يعني لو الميه عند ضغط تاني هتغلي عند تمبريتشر اقل. طب انا هقول لك حاجه، خدها مني لو فهمتها فهمتها، ما فهمتهاش هي حاجه جانبيه. هل احنا عايشين في سوبر هيت ستيم؟ استني استني، السوبر هيت ستيم عارف يعني بتكلم على انهي ريجن؟ بتكلم على ريجن ستيم. هل انا عايش في سوبر هيت ستيم؟ هو انا اعرف منين انا في سوبر هيت ستيم ولا لا؟ قال لك بص يا سيدي، لما بتروح المحطه لو حصل تسريب بسوبر هيت ستيم ربنا يعافيك يعني، حاولت تحصل ايه؟ بيبقى العامل ماشي مثلا جنب السوبر هيتر يلاقي مره واحده جزء بتاعته ليه اقوى زي السكينه. ليه؟ اصل السوبر هيتر ستيم ده شفاف. لما بتحط الحل على النار بتشوف ضباب صح؟ طول ما انت شايف ضباب يعني انت في حته اللي في النص، يعني شويه ستيم مع ميه. لكن وصلت السوبر هيتر بيكون شفاف. هل الهواء اللي انا فيه ده، الهواء اللي انا فيه ده شايف بخار الميه اللي فيه؟ في ميه كده في الهواء، هل انا شايفه؟ لا. يبقى هو سوبر هيتد ستيم. هتقول لي ايه ده؟ انا عايز اكسر عندك اعتقاد موجود دايما اللي هو يقول لك سوبر هيتد ستيم يعني دايما يكون سخن ومحوح. لا مش شرط. ممكن اخد سوبر هيتد ستيم في بريشر قليل، يعني اخده عند تمبريتشر قليل. ليه ما حصل كده؟ مش عايز الخبطك دلوقتي. يعني ليه البخار الميه بيتبخر؟ اصل معناها سوبر هيتد ستيم يعني بخار الميه اللي في الهواء اتبخر عند ايه؟ عند الامبيانت 25 درجه. ايه اللي عمل الدروب ده؟ ايه اللي خلى بخار الميه يتبخر عند 25 درجه؟ البريشر. فانا بقول لك لو انت نرجع لحتتك دي هشرحها لك ممكن في البويلر واحده واحده تفصيل يعني مش مشكله. انا بقول لك ايه؟ كل ما الاقي الميه اسقع يبقى اقدر انزل بالايه؟ بالبي كوندنسر. انزل بالبي كوندنسر عشان التي ساتوريشن هتكون ايه؟ اعلى من الميه اللي ايه؟ اللي تحت السقف. فيجي يقول لك كل ما اجي اشغل الكوندنسر ده في الشتاء، الشتاء يعني انا اخد ميه بحر صح؟ ميه بحر ايه؟ ساقعه اكتر من الصيف. ساقعه اكتر من الصيف
يبقى معناه ان انا عندي سماحيه ان انا انزل بالساتوريشن، يعني انزل بالبي كوندنسر، ولما نزلت بالبي كوندنسر كبرت الايه؟ الباور اللي هاخدها. يبقى هي علاقه كده. لو انا الحاجه اللي ببرد بيها ساقعه عادي، يبقى الحاجه اللي انا هسحب منها الحراره دي اقدر انزل بضغطها عشان اقدر انزل بالساتوريشن بتاعها. طالما تقدر تنزل بضغطها وبالساتوريشن بتاعها، يبقى انا كبرت الباور اللي هاخدها للتربيه. واضحه؟ لو مش واضحه هكتبها في الاخر مره تاني. تمام؟ فهو بيسالك السؤال ده، يقول لك ايه فايده يعني ان انا ادخل ميه كل ما تبقى اسعى كل ما تبقى حلوه؟ قال لك ما هي كل ما بتبقى اسعى، يعني كل ما الساتوريشن دي السماحيه ينزل اكتر، ينزل اكتر يعني بريشر اكتر، يعني اخد باور اكبر، خط ميه كده، فاخد باور اكبر، اخد افشنسي اكتر. عشان كده الكوندنسر بيشتغل بكفاءه في الشتاء على الصيف كتير. ودي معلومه للدكتور قالها في المحاضره. طيب. اخر حاجه بس عايز اقولها شايف اللي احنا بنقوله ده، والباقي هنطلعه احنا في النص. الكوندنسر مش زي ما كنا بنرسم كده. يعني ايه مش زي ما كنا بنرسم؟ يعني مش مفيش مسافه ما بينه وما بين التربينه. ده لازق التربينه. انا ليه اعمل مواسير وبريشر دروب وليكج وقرف؟ طب ما انزل الكوندنسر في التربينه. بحيث الستيم يطلع يخش على طول على الكوندنسر. قال لك بس عندي مشكله. التربينه دي ايه؟ بتلف. والكوندنسر ده ايه؟ مواسير ثابته. لو ركبت ثابت على حاجه بتلف هتتقطع من المواسير. قال لك طب الفايبريشن بقى هتقلب. فقال لك بنحط حاجه زي المساعدين العربيه اسمها اكسبانشن جونت. تديني سماحيه كده ان ايه؟ هي اللي تمتص الفايبريشن دي. تمام؟ طيب. تعالى بقى نبدا في الشغل بتاعنا. يبقى انا قعدت ارغي معاكم بقول ايه؟ بقول شويه حاجات كده، بقول ايه فايده الكوندنسر؟ كنت بقول ايه فايده الهوت ويل؟ كنت بقول عندي بيخش اير اتصرف معاه ازاي؟ اتعامل اللي هو الاير ريجكتور عشان الاير ده وحش. عرفنا ان مثلا عندي الاكسبانشن جوينت، عرفنا ان انا كل ما ادخل الميه اسقع، كل ما يبقى سماحيه الساتيوريشن تنزل، يعني البريشر ينزل، يعني الباور يكبر. واضحه؟ تعالى بقى نخش في الحل. زاتوره الحل. من الاخر كده. كتبت المعادله دي معادلتين تكتبهم تعرف تحل بيهم اي مساله. بس تفهم فلسفه كل معادله. يعني بصمك على فكره. بص يا سيدي. انا بقول الكيو. يعني ايه كيو؟ الكيو ليتنت. ادي اهو ستين. دي كيو ايه؟ ليتنت. دي اللي اتسحبت من الستين. بتساوي ايه؟ بتساوي اللي احنا كنا بناخده في السيرفر ام نوت ستين في ايه؟ نسمي مثلا دي اي وبي. اتش اي ناقص اتش بي. صح؟ ما فيهاش مشكلة. الطاقة اللي في الستيم كنا بنجيبها ازاي؟ ام دوت في الايه؟ فرق الاتشال، لما كنا بنجيب الباور بتاعت التربينة، ام دوت فرق الاتشال. كذلك أي حاجة بتبيض كل نفس الحكاية. فدي الطاقة اللي هتتاخد من الستيم. هي الطاقة اللي هتروح لمين؟ للمية. آدي المية أهي. الطاقة اللي هتروح من الستيم هتروح للمية. طب المية كنا بناخد الكيو بتاعتها بتساوي إيه؟ سي في دلتا تي اللي هي تي ووتر ان تطلع تي ووتر اوت. بتساوي حاجه تانيه. ايه هي؟ بيقول لك بتساوي يو في الاريا في الدلتا تي لوجاريتم اليمين في الماشي. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا ستي انا بقول لك اهي الميه ماشيه جوه صح؟ الطاقه اللي هتتسحب من الستيم اللي نازل ده هي الطاقه اللي رايحه للميه، ما فيهاش اي مشكله.
مش هي الطاقه اللي عدت من خلال المصفى. يبقى هم بس ثلاث حاجات، الطاقه اللي انسحبت من الستيم، هي الطاقه اللي راحت من الميه، هي الطاقه اللي عدت من خلال المصفى. في اي مشكله بقى دلوقتي؟ تعالى نفهم كل ترم هتجيبه ازاي. الام دوت ستيم دي دايركت، يعني يوم هيدالك المساله دايركت يقول لك كذا طن بير اور، بس تحول من طن بير اور لايه؟ لكيلوغرام بير ساكند. طن اضرب في 1000 واور اسمع 3600، في مشكله؟ طيب فدي ما فيهاش مشكله. الاتش اي دي هنجيبها منين؟ السين شورت يا معلم، مش عندك دي واحد؟ لو عندك دي عندك بريشر التربايك وعندك بريشر الكوندنس 5 تيست كونستنت، اجيب ايه؟ اجيب الاتش اي. هيبقى بريشر التربايك وبريشر الايه؟ التربايك. يعني فاكر كنا زمان يقول لك اللي داخل على التربايك يقول لك الستيم داخل بالبريشر وبالبريشر، دول كنت بتجيبهم ايه؟ اتش الدخول. فاكر الشاط او حتى تيبل كنت يبقى عندك تمبريتشر وبريشر يطلعوا بعض في نقطه، النقطه اللي انت بتجيب عندها الاتش مفيش اي مشكله. فتيجي هتجيب بريشر وتمبريتشر وتنزل اس كونستنت تجيب مين؟ البي كوندنس. ممكن نرخم عليك ويدي لك هيتا للتربايت. طب اتش بي دي كنت بتاخدها ايه دايما؟ مش دي اف؟ مش دي نقطه اف؟ اللي بقول لك اتش بي هي اتش اف عند البريشر بتاع الكوندنس. ما لم يقول لك ان انا عملت صف كولينج. يعني لو ما اتكلمش يبقى النقطه بتاعتي مين؟ الاف، زي ما كنت بتعامل في الترم 1 حتى. يعني ايه بقى صف كولينج؟ قال لك يعني نزلت شويه بالنقطه. طب ساعتها هجيبها ازاي؟ قانون كنا حافظينه، لما تعوز تجيب الاتش بدل ما تدوخ نفسك اللي تطلعها من الكيمياء تقول الاتش هتسمي سي بي دي تي. طب والتي بتاعت دي مين؟ التي ساتيوريشن اللي هو ده ناقص الدرجتين سب كولد او الثلاث درجات سب كولد، يبقى ناقص السب كولد. مفهومه دي ولا اقولها بصوت تاني؟ دي نقولها تاني. بص انت كان عندك تي اس، ما تي اس كنت تقول ده كوندنس داخل هنا، دي جبتها ازاي؟ عندك البريشر دوت والتمبريتشر، حددت النقطه دي جبت الاتش عندها خلاص. هتنزل اس كونستنت تجيب مين؟ لغايه ما تطلع البريشر بتاع الكوندنسر تجيب الاتش بتاعت مين؟ الدخول للكوندنسر بتاع الستيم خلاص، مفيش اي مشكله فيه. طب النقطه الخروج كانت بتبقى ايه؟ دايما هي اتش اف. مش فاهمين الستريم، فاهمين الستريم شوب؟ هي اتش اف. الفكره ان هو ساعات بيقول لك انا صب كولد، يعني ايه صب كولد؟ ما وقفتش عند الاف، ده انا نزلت كمان شويه. ودي الدكتور قال حته حلوه في المحاضره. قال لك هو انا ليه بعمل صب كولد؟ يكون فين؟ اصل بص انا لو في النقطه دي، النقطه دي تتكلم ولا لا؟ دي فرضها تكه وتبقى بخار وميه، تخش عند الريش دي بخار وميه. فقال لك طب ما انا عندي مواسير، صح؟ مواسير ما بين الكوندنسر للبمب. بذمتك مش هيحصل بريشر دروب في المواسير؟ ولما يحصل بريشر دروب يعني هيحصل سخونيه، ولما يحصل سخونيه يبقى هيتوتر شويه يبقى دخلت الريش دي. قال لك طب انا اسيب لنفسي ريسك ليه؟ ما انا اسقع الميه تحت شويه، اسيب لنفسي ريجن امان. في اي مشكله فيها؟ فبقول لك بقى لو اداك سب كولد بيكتب الامتحانات تيجي يقول ايه؟ يقول لك 2 ديجري سب كولد. يعني ايه 2 ديجري سب كولد؟ ده تي ساتيوريشن صح؟ قال لك التي ساتيوريشن ده ناقص منه درجتين تجيب التمبريتشر بتاعتك اللي هنا. في اي مشكله؟ التمبريتشر عندك دي عشان تجيب الاتش بتاعتها بتقول اتش ايكوال سي بي في تي. دايما كنا بناخد كده طول ما انا في الريجن الميه ده سي بي في تي على طول. لو تفتكر. في اي مشكله؟ حاسين بحاجه صعبه دي؟ ها وقفني عشان برتب بس الحاجات على بعض، ولو في حاجه مش قادر اوصلها بالطريقه دي ممكن اعرف اوصلها بطريقه ثانيه، توقفني ما تتكسفش. طيب النقطه الثانيه
ان دوت كولينج ووتر. انا خلاص كده خلصت الستيم من بره، خلصت خلاص اللي بره الماسوره ده خلصته، عايز اشوف بقى اللي جوه الماسوره. اللي جوه الماسوره ان دوت كولينج ووتر، احنا عارفين ان الماس عباره عن ايه؟ دنستي في فوليوم، صح؟ طيب لو ان دوت يبقى فوليوم دوت، كنا ممكن نفكها نقول هي دنستي في فيلوسيتي في ايه؟ طب بكل بساطة كده هقول ان دوت دي عبارة عن رو، رو مين؟ رو المية اللي هي كام؟ 1000. رو الوتر في الفيلوستي بتاعت المية، يعني هيجي يقول لي أنا داخل في الماسورة بواحد ونص متر، يبقى الفيلوستي دي ما فيهاش أي مشكلة. في مين كمان؟ في الجانبين اللي بقى، خلي بالك ركز معايا عشان هنا في أريا وهنا في أريا، أنهي أريا؟ الله ينور عليك. دايما لما بمشي جوه الماسورة الاريا بتاعت الان دوت هي العمودية، يعني لو الماسورة دي قطعتها كده هشوف ايه؟ دايرة، يبقى هتبقى باي اوفر 4 دي انر سكوير. في اي مشكلة؟ اه في مشكلة بسيطة، ان الان دوت كده مش مظبوطة قوي. ليه؟ لأن أنت ما عندكش ماسورة واحدة، أنت عندك إيه؟ مواسير كتير، يبقى لازم أضرب في مين؟ في الان تيوبس. ان تي يبقى إيه؟ نمبر كيوبز. هو المواسير بتبقى كتير قوي في الكوردينات في ارقام 10 3 1 15 ارقام. جميل. ادي ان كيوبز. تفاجئ كده تتفاجئ ان هو كمان يقول لك مقسم على ان باص. يعني ايه ان باص؟ ايه؟ اه يعني ايه؟ يعني الميه ماشيه كده صح؟ ده كده ماشيه من الشمال لليمين. لو لفت يبقى ده بقى سكند باص، لفت كمان ثيرد باص، فورث باص، فيفث باص. طيب ليه بقى سكند باص؟ يعني الكميه ايه؟ الكميه اللي دخلت الباص دي حتى على المواصلات. الله ينور عليك. ولان في واحد ممكن يبقى 20 في عدد التيوبس، معنى ايه؟ شفت الماسوره دي ماشي فيها كام؟ بقول 10. لو تالتها هيفضل ماشي فيها كام؟ 10 برضه. ما غيرتش حاجه. فيجي واحد ماشي يقول لي ايه؟ هعد عدد التيوبس. واحد اثنين. اقول له لا دي ماسوره واحده، يقول لي لا انا شايفهم ماسورتين، لان الباص لان لما نيجي نشوف الكوندنس بعد كده هو مش لاف فيوتر، هو عامل بوكس كده. بوكس وبارتيشن فمش باينه قوي، فممكن هو مش شايف بقى اللي جوه. فيقول لك هما ماسورتين. يعرف عندها التيوب شيت. هي ماسورتين. تقول له طب جميل، انا متفق معاك. عد الماسور كده، واحد اثنين، بس في الاخر اقسم لي على مين باص. لو قال هي ماسورتين وقسم على ايه؟ على دو باص هيديله كام؟ ماسور. يبقى طلع نفس النتيجه. هنا بقى في سؤال حلو قوي. يقول لك وانا بفضل يكون في الكوندنس 1 باص ولا 2 باص؟ دكتور قال لك مهم. اثنين ولا وان؟ وان. ليه؟ هتقول لي ثانية واحدة، ما أنا لو تو باص يبقى المية بتمشي بتشفط من الستيم ضغط، صح؟ يبقى هاخد كيو حلو. أقول لك بقى بس أنت مش واخد بالك من حاجة، أنا لو خليتها تو باص يبقى أنا بهدلت البريشر دروب. بغض النظر عن القوة، أنا كمان في البريشر دروب هيبقى عادي، لان اف ال في سكوير بتاعت الفلويد بقى الكلام ده انا نسيته بقى، اف ال في سكوير مش عارفه ايه، فلما بيجي يرسم الدلتا دي والكيو فالكيو بتتحسن، يلاقي مثلا الكيو ايه؟ بتتحسن وبعد كده بتزيد، وبيلاقي الدلتا دي تقعد تزيد. فانا لو زودت عدد الباصات فانا بلعب كوليجن، الكيو ما اتحسنتش قوي والبريشر دروب على قوي. شايف النقطه دي؟ انا كنت في النقطه دي، بقيت في النقطه دي، خلاص؟ حصل ايه للبريشر دروب؟ كبر قوي، حصل ايه للكيو؟ حاجه بسيطه. طب امتى بضطر ليها؟ معلومه ليك يعني، يجوا في الشركات امتى بضطر ليها؟ يقول لك بص لو انا شغال من المحيط بحر مفيش مشكله، البحر ميت البحر مش هتخلص. لكن لو شغال على بحيره، البحيره دي ممكن منسوبها او ترعه ممكن منسوبها ينزل. لو نزل المنسوب بتاعها يعني الام دوت مش هتخش له قليل،
فلازم اديله وقت ان يخرج بتمبريتشر عالي عشان اخد في الاخر كيلو كبير. بس ده باضطرار يعني وانا مضطر. يبقى التو باص ده هيبهدل الطلبات، حصل فلوس كتير قوي. انا ما يهمنيش حصل فلوس كتير. يبقى احسن تدي باص اصلا ولا مفيش؟ افضل ايه هو الباص؟ يعني لو مفيش باص اصلا يبقى احسن ولا هو الباص اللي احسن حاجه؟ لا يعني ما فيش مفيش مفيش باص مفيش باص. لا هو مفيش مسرعه مره. ما هي مره بتكون باص. مرتين تو باص. فقال لك لو انا جايب تو باص بهدلت نفسي بريشر دروب. يبقى قال لك خلاص لا 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 ايه ايه اللي جابرني على كده؟ جابرني على كده حاله واحده لو منسوب الميه قليل. اوكي؟ جوه التفصيل لما هتعملي الحته دي هتزودي الفلوسي بطريقه معينه وهيخلي البريشر دروب ده يعني لما تشوف البريشر دروب ده الايكويشن بتاعته هتلاقي لما بزود عدد الباصات بعلي ترم معين الترم المعين ده بيضرب لي البريشر دروب تاني. وهي بالمنطق كده لو انا مشيت ودوخت الميه يبقى انا ايه؟ كل شيء بريشر دروب على الفاضي. بريشر الميه ايوه بريشر الميه انا بتكلم على لو مش واضحه قولي لي. ها؟ المشكله انا بتكلم على الاقل يا جماعه اللي جوه الماسوره. لو انا لفتها باصات يبقى انا ببهدلها. بهدلها بريشر دروب يعني بصرف طرمبات عشان تتغلب على الباصات دي كلها. تمام؟ طيب هبقى اوريك الكيرف باشمهندس هبقى اوريك الكيرف ممكن تحط السكشن عشان ما تحطش الدنيا هتشوف الحته دي فهتلاقي ان انا بقول لك بريشر دروب على اول والفيول اختها مش كتير. طيب الدنيا كده جميله الدنيا كده جميله بقيت الحاجات سهله. الرخامه في البدايه مش رخامه يعني في الاخر برضه الدنيا بسيطه. يقول لك البيوتي عباره عن حاجات كتير في بعض فكك منها دلوقتي. الاريا دي هتبقى ايه؟ ماي دي ان الايه؟ ماي دي ان عليك. بص بقى انا الاريا اللي في الام ضد دي هي الاريا العمودية دي. لكن انا بقول لك ايه؟ الطاقة اللي اتنقلت من الستيم هي اللي راحت للمية هي اللي عدت من خلال الماسورة. الاريا دي اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الطب والخيط اللي هو الايه؟ السيركمفرنس بتاعت اللي هو باي دي. باي دي اضربه في ال يبقى انا جبت الست بالظبط. يبقى انا من الاخر ديت عباره عن باي دي ال. بس خلي بالك الغلطه بتحصل هنا ده دي ايه؟ ايه ده دي مين؟ اوت. في معادله ناقصه حاجه؟ الله ينور عليك في ال تي اس. جميل. دي بقى مالهاش علاقه انا في باصات ولا لا؟ ليه؟ لان هي من الاخر بتشوف كام سيركس. هنا هتشوف سيركسين هنا هتشوف سيركس. بس خلي بالك اللي هيفرق من هنا لهنا ايه؟ الان لو انا اديت تلاتة يعني. تاني عشان ممكن واحد يقول لي ايه؟ يقول لي ما السيركس ده هو السيركس ده. هقول لك هو اريا كتوتال كده ممكن تطلع هي هي عشان ايه؟ الان طول الان ده هنا هيبقى طويل هنا قصير. بس هي الحقيقه هي ما بتكونش كده يعني مش بتكون ملفوفه جدا يبقى كده. نفس الماسوره وفي ماسوره ثانيه باص ثاني فيها باص فبتبقى الدنيا بتاعتها اكتر. خلاصه الدنيا يعني ان الستيم مالوش دعوه بالباصات. مش انا الستيم يقول لك كده مش انا اللي مش جوه المواسير فما دخلنيش موارد باصات. انا ليا كام سيرفس بعدي عليه؟ واحد اثنين خلاص؟ طيب التلتا تي لوجاريتمي مين تمبريتشر هنا هي ايه؟ يقول لك انا بقول لك اهو مش بقول لك الطاقه اللي راحت من الستيم كل شويه هكررها معلش الطاقه اللي راحت من الستيم هي الطاقه اللي راحت من الميه هي الطاقه اللي عدت من خلال الماسوره. طيب واللي عدى من خلال الماسوره ده بيعتمد على مين؟ على الستيم وعلى الموتور. فتلاقي الدلتا تي لوجاريتمي مين دي؟ مش عارف كنا شفناها في البيت ولا انا مش فاكر حاجه في البيت. بتاخدوا الكاونتر بلوت الكاونتر والكروس والكلام ده. طب جميل كان يجي يقول لك ايه؟ الميه داخله تي كولينج بوتر ان طالعه تي كولينج بوتر ار. الدلتا تي لو جالس بيت مين؟ يقول لك سمي دي دلتا تي 1 وسمي دي دلتا تي 2 هتكون هي دلتا تي 1 ناقص دلتا تي 2 على لين دلتا تي 1 دلتا تي 2. في اي مشكله؟ يعني دوت لما نيجي نفكها عباره عن ايه؟ تي ساتيوريشن
ناقص تي كل الوتر ان ودي تي ساتوريشن ناقص تي كل الوتر اوت. قال لك لو عملت دلتا تي 1 ناقص دلتا تي 2 يبقى في اللينك ال 1 تبقى قبل ال 2. بس انا في الحاله دي عايزها 2 ناقص 1 يعني عايز الاوت ناقص الان. ليه؟ تعالى خدها كده دلتا تي 2 هتساوي ايه؟ تي ساتوريشن ناقص تي كولينج ووتر اوت صح؟ ناقص تي ساتوريشن زائد تي كولينج ووتر ان صح؟ يعني في الاخر هلاقي ايه ده راح مع ايه؟ ده راح مع ده وبقت في الاخر تي ساتوريشن تي كولينج ووتر ان ناقص تي كولينج ووتر اوت. لا معلش انا عايزها العكس. عايز دي هي اللي تبقى هناك دي كده بتبقى بوزيتيف دي تبقى نيجاتيف. عارف ليه؟ مش ناقص حاجه لو دي بقت تي كولينج ووتر اوت ناقص تي كولينج ووتر ان مش ناقص حاجه. ده انا ممكن اضيع دي يعني دي في الاخر طلعت دلتا تي كولينج ووتر على لين دلتا تي 1 دلتا تي 2 ده انا ممكن اضيع دي مع دي صح؟ يعني انا عملت اللعبه دي عشان اخلي الترم ده يروح مع الترم ده. طيب ايه بتحتمل في الامتحان؟ هتكتب المعادله الاولى وتكتب المعادله الثانيه مفكها. بس الرخامه بس هي دي اليو. هو الاوفر اول ايه التوصيف عشان ده بيعبر عن ايه؟ الله ينور عليك. الاوفر كول هيت كونفيجريشن ده بيقول لك القدره على نقل الحراره كويسه ولا مش كويسه. طيب ايه اللي هيساعد على نقل الحراره؟ هل الميه لو ساقعه تنقل حراره اكتر؟ اه ما انا قلت اهو كل ما تبقى ساقعه لو عندك سطحين واحد ساقع قوي وواحد سخن الحراره اللي تتنقل ما بينهم تبقى كبيره يبقى هيعتمد على الميه اللي جوه دي ساقعه ولا لا. طب هل هيعتمد على الوسط بتاع الميه اللي ماشي جوه؟ اه ده هيعتمد عليه. طب هل هتعتمد على الفسكوستي؟ اه ما انا لو بمشي بانسيابيه يبقى بمشي بسرعه يبقى بسحب حراره احسن. طيب هل هتعتمد على الماتيريال بتاع الماسوره؟ طبعا. هل هتعتمد على الثيكنس بتاع الماسوره؟ طبعا. فدي كلها عوامل تأثر في اليوم. المفروض تروح تحسبها زي دي. ونقعد نشد في شعرنا، ما نخش نحلها في الايه؟ هنحلها هنا. هو قال لك خلاص انا سكنت لك الدنيا وظهرت الشرطات. اه معلش كده سكتنا الدنيا. معلش هو الجو حر والكاميرات تعبانه بس عايز البس الكمامة عشان بص يا سيدي شايف اليو دي يا شباب اليو دي بتساوي يو شارب في 5.67 في اف 1 في اف 2 في الجين فاكتور. الدنيا بسيطه بقول لك اليو دي بتساوي يو شارب. ايه اليو شارب دي؟ اللي معاه الشرطات هيلاقيها يعني. انا بقول لك الاوفر كول هيت ترانسفير كونفيشن ده هل بيعتمد على البوست بتاع الميه اللي ماشيه؟ اه اللي جوه الماسوره دي كل ما تسرع كل ما تسحب حراره احسن. فيبقى بتعتمد على البوست. هل بتعتمد على الديامتر؟ هل الديامتر كبير الديامتر صغير؟ اه برضه بيفرق. فيقول لك يبقى انا هطلع من الشورت دي هخش في بلوستي وامشي اقطع لغايه ما اقطع دايمتر. مش مستوعبها. بص يا سيدي هي عباره عن شرط. الشرط دي عباره عن اليو شرط اللي عايز اجيبها وهنا فيلوستي. انا بقول لك كل ما الفيلوستي بتزيد كل ما هاخد يو اكتر فهلاقي في خط مايل هجيب فيلوستي مع يو. في اي مشكله؟ فيلوستي مايل عارفها اعرف اجيب اليو.
قال لك بس انا المواتير مش كلها دايره صح، فعمل بدل خط واحد عمل خط ثاني وخط ثالث وخط رابع. فانت تخش البلوت ودايره الاوت تجيب مين؟ تجيب اليو شورت بتاعك. في اي مشكله؟ طب الفهم بتاعها جاي منين؟ اه البلوت بتاثر، اه الدايره بتاثر، بتاثر في كميه الحراره اللي في دماغك. في اي مشكله؟ ها اللي عنده مشكله يقول. طيب في مشكله صغيره، هل احنا نسيب لك كده تقيس وتجيب تحليلها؟ هل قلبنا طيب؟ ابدا. قال لك المشكله اللي بص دي بيديها بيديك في السكند. خلي بالك بقى هنا بتخليها كيلو بير سكند، هنا بتخليها ايه؟ متر بير سكند، زاويه الامتحان. دي اول مزاوله. هل ده انت بتقدر لك متقشره كده بالمدير؟ لا. اللي في الشرط دي هتكون بالانش. هل البري فيو دي اقل من اليو دي هتطلع كده معايا لذيذه؟ لا هتطلع بري فيو بير اور بير اور في فيت سكوير فرنهايت. ده ايه الغلط؟ ودي اللي بتكون انا. ما قال لك بص بقى قلنا ان احنا نبسطها دي طبعا اكيوريت مش اس اي عشان تحولها تضرب في مين؟ في الرقم اللذيذ ده 5 6 7 5 بوينت 6 7. في اي مشكله لغايه دلوقتي في الترمين دول؟ طيب نخش على الترم اللي وراه. هتلاقي شرط الاف 1. الشرط دي بتعتمد على التي ووتر ان تطلع منها الاف 1. شفت الدنيا بسيطه ازاي؟ طيب هل التي ووتر ان بتاثر معايا في الاوفر اول هيت مصير بتخشر؟ اه كل ما الميه اللي جوه المواسير تبقى ساقعه يبقى انا معناها ايه؟ بسحب حراره اكتر. هل احنا هنسيبها لك كده؟ مقشره؟ لا دي بالفرنهايت. يبقى تعوض دي بالفرنهايت وتروح تعوض هنا بالديجري سيلسيوس. يعني انت في اول المساله هتقعد تكتب الحاجات بالفرنهايت وبالايه؟ وبالاس اي. عايز تعوض فين؟ طبعا انت في الامتحان ما بتكونش رايق، بتكون مضغوط وفي نظري، فطبيعي هتعوض ده بده وهتروح منك المساله، ده هدف. المهم اف 2 بقى اف 2 قال لك لا انا مش هدخلك شطور، احنا بهدلناك يا عم المعلم، احنا هندخلك تيبل. تيبل التيبل ده يقول لك ايه؟ يقول لك هات البي دبليو جي، لا مش هات لي الماتيريال مع البي دبليو جي. لا مش فاهم يعني ايه ماتيريال مع البي دبليو جي. جايب لك جدول لذيذ كده يقول لك اف 2 دي تخش الماتيريال مع بي دبليو جي تجيب الاف بتاعها. طب ماتيريال متفهمه، ماتيريال هتاثر معايا في الايه؟ في نقل الحراره لو حاجه بتنقل كويس ولا لا. يعني هي بص يا شباب لو حد عايز يلف الورق برضه عليه بس امسكوا في الورق عشان الكورونا. اللي شايفين هنا موجود الايه؟ موجود الماتيريال بتاعتي. خدوا لفوه عليه يا شباب. اللي مش معايا مفيش مشكله. قال لك الماتيريال هتتاثر معايا صح؟ الماتيريال هتتاثر ايه؟ هتتاثر معايا. ها ايه بقى البي دبليو جي ده؟ قال لك يا عم ده حاجه كده ترم بيبين العلاقه ما بين الديامتر والثيكنس. يعني انا ممكن انصب عليك. يعني ايه انصب عليك؟ اقول لك بص يا سيدي انا هديك ماسوره الديامتر الاوت بتاعها 2 مللي. فانت تفرح وتزقط وتعمل حساباتك عن 2 مللي، هتلاقي نفسك لبست. ليه لبست؟ لان انا ممكن اديك ده انت الاول 2 مللي ما كدبتش عليك، بس هديك ثيكنس ملظبط. تبقى مشكله. فقال لك طب ما انا احط ترم كده اسمه بي دبليو جي بيعبر لي هل الماسوره دي ثيك ولا لا؟ عشان ما اخدعش. فيبقى طبيعي ان الماتيريال هتاثر معايا في نقل الحراره. الثيكنس بتاع الماسوره ياثر معايا في نقل الحراره. يعني خلي بالك المعادله متناغمه عن شرطات. يعني تي كل الوتر ياثر، الماتيريال تاثر، الفلوس تتاثر، الدايمتر ياثر، الثيكنس ياثر. فانا بدل ما ادخلك تمول الريزستنس ده كله خليتك تطلعه من الشرطات. قال لك كمان الكليم فاكتور، الكليم فاكتور ده لو ما اتكلمش عنه في المساله تحطه بوارد. طب اتكلم عنه.
لا تحط بالرقم اللي هيديه لك. طب ايه الكيلو فاكتور ده؟ يعني الريشه والسمار مثلا. الله ينور عليك هندسه. ما انا ممكن الماسوره زي الفل، بس انت عشان ما بتعملش مينتنس ولا تنضفها خلاص هيتكون املاح في املاح في املاح، املاح تتزعل طبعا تعمل حاجه. في اي مشكله؟ طيب. طيب بصوا شباب، في كمان جدول تاني استحمل معايا، خلي بالك احنا كده لسه ما اتكلمناش عن بريشر دروب. بريشر دروب شرطات تاني وجداول تاني، فانت بتقعد في الامتحان تاني قلبنا اسف هنعمل ايه بالبيت، يعني ايه الحضن الاخير في السنه الرابعه لازم نودعك خلاص. طيب البي دبليو جي ده بقى، البي دبليو جي بيدي لك انت دلوقتي هنا في تي ان وفي تي اوت، تفتكر انا هكون بالتي ولا تي اوت تي ان؟ لا هديك واحد فيهم واديك البي دبليو جي. فالورق اللي معاك لو قلبت قبليه فتحه، لا قبليه كان في جنب دلوقتي اتصال الجنب موجود؟ لا ايوه هو ده هو ده الورق اللي مع الباشمهندس فيه. بصوا فيه بصوا يعني شغلات كلهم يبصوا مع بعض، هيلاقي فيه بي دبليو جي ودايمتر ايه؟ ودايمتر اوت، هيجيب منه مين؟ الدايمتر ايه؟ خلاص؟ الزتونة بقى عشان احنا فرغنا عشان نخلص، تمام؟ هتكتب المعادلتين دول، التيوب بتساوي ام دوت ستيم اتش بلس اتش بتساوي ام دوت كولينج مود في السي دي كولينج مود في الدلتا تي مود بتساوي يو في الاريا في الدلتا تي لوجاريتمك مين تمبريتش. تكتب المعادله دي قدامك وتخش في الامتحان في نفس اللحظه تكتب الحبكه بتاعتها. كيو بتساوي ام دوت سي، دي مش هتتفك، اللي شكله مش هتتفك، دي هتبقى هو في ال في الاريا، الاريا بتاعتنا قلنا باي اوفر 4 دي ام ام سكوير في الفلوسيتي. وما تنساش دايما الناس بتنسى تضرب قانون اليوتيوب تستسلم على ام باي، يبقى انت كده فكيت الام في السي بي ووتر في التي ووتر اوت ناقص تي ووتر ام هيساوي يو شارب في 5.67 في اف 1 في اف 2 في الجرين فاكتور في الاريا باي دي اوتر في الال في الام كيوبس في دلتا تي كولينج ووتر ما لم اديك الكيوب وما اداكش
ما ادكش في كل الجوتر اوت. المسائل اللي زي كده بتتحل تراي اند ايرور. طيب قال لك اف يو لوك لو عندك دي مش موجوده يبقى الترم ده مش هتجيب. وان تيوبس جيفن هتمشي معاك المساله بنسب كيك. ليه؟ هتلاقي عندك ان انت قادر تجيب الترمات اللي هنا هتلاقي مثلا جبت ام روت وعندك التي كولينج ووتر اوت سهله كده. طبعا برضو مش ده المستوى اللي احنا عايزينه. المساله دي بقى الحته بقى الطويله بتكون في ايه؟ ان لا تكون موجوده ولا تكون موجوده ولا تكون موجوده. لا هل ده هنخسر ايه؟ فانت ساعتها بتكون عارف انك لما تضيع دول مع بعض بقى فاضل لك مجهول واحد. في اي مشكله؟ تعمل فيها المساله ونخلص بقى. قال لك يا سيدي استيم كونفنسس. ركز معايا بقى. الفكره انك تعرف تطلع المطالب. قال لك استيم كونفنسس. مديك الام روت ستيم بتاعك كام؟ 200 تمبر اور اضرب في 1000 واحسب على 3600 جميل. فروم ستيم ات 0.08 بار اند 0.9 درايس فراكشن. الحته دي حلوه. مش شرط تديلك اللي داخل التربينه بالبريشر والتمبريتشر والتنسر. مش شرط. ممكن يبقى قلب طيب. ممكن اسالها لك. يعني اسالها لك الاتش ديت بقول لك انا عندي البريشر 0.8 والاكس بتاعتي 0.9 هعمل ايه ساعتها؟ هخش في تيبل 2. بص خليك تتفق برضه عشان ما تقعدش تتزاول في حياتك. اللي في النص ده تيبل 1 او 2 محتاج حاجه واحده يا تمبريتشر يا بريشر. اقصى اليمين اقصى الشمال. اقصى الشمال ده دي سي بي في تي على طول طول ما هو ميه. اقصى اليمين يا شرط يا تيبل 2 خلاص. فدي هتخش التيبل اللي في الاولاني هتقول الاتش بتساوي اتش اف زائد اكس اتش جي ناقص اتش اف وهتجيب الاتش بتاعك. في اي مشكله فيه؟ طيب ما قالش حاجه عن السب كود. يبقى الاتش دي مين؟ اتش اف. اتش اف الله ينور عليك. كده انا معايا مين؟ الكيو في كي خلاص. قال لي ده كونتنسر هوت ويلت بريشر از 38. لا ما بقتش هنا ساعتها الاتش اف. ليه؟ بيقول لي الكوندنسر اهو وانا بجمع الميه فين؟ في الهوت ويل. قال لي الهوت ويل ده 38. انت عارف 38 ده يعني ايه؟ يعني سكر يقينا هتلاقيه اقل من تي ساتيوريشن. فيبقى ساعتها دي مش اتش اف. دي بتساوي اتش بتساوي ايه؟ سي بي للتمبريتشر بتاع الهوت ويل. في اي مشكله؟ طيب if the cooling water in the to the condenser is 24 جميل. قال لك اللي داخل دي 24 دجري وقال لك اللي طالع 33 دجري والاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت كل ده على بعضه مديهولك ب 3000. عايز ايه يا سيدي؟ قال لي كالكوليت الام لوك والاريا. شايفينها صعبة؟ ليه أنا بقول لك مش صعبة؟ تعالى كده نبص. الترم ده كله معاك ولا مش معاك؟ معايا. الترم ده كله عايزه على بعض. عندك ده وعندك ده وعندك ده، ما تعرفش تجيب ده؟ ده مجهول واحد. طيب هنا مديلك دوت والاريا هو طالبها. طب والجماعة في الترم ده؟ اه الترم ده عبارة عن ايه؟ تيكون الجوتر اوت ناقص تيكون الجوتر ان على لين دي ساتوريشن اوف سيكول بوتر ان ودي ساتوريشن اوف سيكول بوتر اب. معاك ده ومعاك ده وده وده وده. يبقى انا كل واحد مين؟ ال ان. مش هتعرف تجيبها؟ يعني الكيو دي ما ادهالكش دايركت. جبتها من الستيم وجبت بقيه المطالب. حاسين في حاجه صعبه ولا انا بتكلم بسرعه؟ بتكلم بسرعه عشان شايفها سهله. لو مش مستوعب كل مش مشكله. لو اسالك سؤال حاجه، ال 38 درجه ليه افتراض ان هي لو انت دخلت بص انت اول ما يقول لك التي بتاعت الهوت ويل يبقى هي التي بتاعت الخروج. يبقى لازم تجيب الاتش بتاعتي ايا ما يكون. بس يقينا هي طالما مديني الهوت ويل يبقى معناها ان انا سبورت. ما انا لو انا في النقطه الاتش يبقى انا تي ساتوريشن صح؟ هو قال لي لا انا التي بتاعتي 38. يبقى طالما كده يبقى انا انت بتديها لي عشان انا مش هقدر اجيبها. فلازم اضربها سي بي. تمام ايوه
فلازم اكون صدقون. ما انا دي معايا لسه بتشرح معايا بجد. المسألة دي شايف حاجة صعبة؟ المسألة دي بتيجي الامتحان؟ لا خلاص ده احنا نعتذر. احنا كده مش بالشرط. ايوه في سؤال. لا لا مين قال كده؟ هو انتهى في المسألة. الدالة دي لوحديها ودي لوحديها. وديت ديت الهوت ويل. الهوت ويل اللي احنا اتكلمنا بيجمع فيه اللي هو زي التيشرت اللي بيجمع فيه. فهو مديني الميه متجمعه في التيشرت عند التمبريتشر كام؟ يبقى دي خروج بتاعت الكوندنسر. واضحه؟ لو في مشكله قول لي. بص يا شباب السؤال ده بص السؤال اللي قاله عامل باشمهندس صحيح. باشمهندس دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا داخل لي تيكون البوتر ايه؟ صح؟ طلع تيكون البوتر اوت. هانت والله انا عايز اريح. ودي تي ساتيوريشن صح؟ بس الستيم داخل بهنا وطالع مش تي ساتيوريشن. ده طالع عند ايه؟ في اقل شويه اللي هي الهوت ويل. فقال لي المفروض لما رجع من الطريقه ديت هيبقى هنا في دلتا تي 1 وهنا دلتا تي 2 مش مع تي ساتيوريشن صح؟ اقول له لا، لو انت عايز تعملها بالميرت اللاب هتاخد الريجن دي لوحديها يبقى ليها دلتا تي 1 ودلتا تي 2 والريجن دي لوحديها دلتا تي 1 ودلتا تي 2. نخش فوق كل ده ولا لما تبقى نجلكتد تفلكها؟ بس عامله زي الفيلم وطول. كنت بتروح تحسب في الباور بتاعت الترمبات كنت تكتبها بس في الاخر هيطلع لك باور بالك وحاجه ده انت ممكن تفبرك الباور بالك اصلا تطلع لك بالنيجاتيف على الكالكوليتر تشيل النيجاتيف بتكتب. فانت كان قلبك جامد فمش جاي فانت صغير فاهمني. بس هو ظلم منطقي. طيب المساله الثانيه عشان نخلص ايه؟ بص بقى يا سيدي انا حاسب المعادله زي ما هي. قال لك يا سيدي رانك ريسايكل تمام اللي داخل على التربينه اللي داخل على التربينه عند البريشر 50 بار و500 جري واللي طالع من التربينه عند 0.2 بار. قال لك الكولينج ووتر انلت الكولينج ووتر انلت الكولينج ووتر انلت عند 20 درجه الفيلوسيتي عند 2 متر بير سكند والحته دي كام بتفرق في الفيلوسيتي في البريشر دروب انه مش قادر يعلم الفيلوسيتي ايه. مش حضرتك سالتني على ده مش قادر يعلم الفيلوسيتي لان المحرك الفيلوسيتي هيضرب البريشر دروب برضه جامد معاه تمام. عشان كده تلاقيهم رينجات 2 1 ونص. نصيحه عامة في المسائل دايما كده حط رنجات للحاجات اللي بتطلع لان الواحد بيرتبك في الامتحان فلما يطلع رقم مش منطقي يبقى عارف ان هو في غلطه فهيرجع يلحق نفسه. ذا كوندنسر از تو باس مش مالحق مش مشكله الكوندنسر تو باس مفيش اي مشكله. قال لك اللينث بتاعي 12 متر. بصوا بقى قال لك ايه؟ 7 من 8 الاوتر دايمتر و 18 بي دبليو جي. اعمل ايه اول ما اشوف الحاجات؟ اخش التيبل عندي التيبل اهو يا جماعه عشان برضه ابقى التيبل مع مين؟ معايا كده شوف التيبل اهو يا شباب عندك دايمتر اوت وعندك بي دبليو جي. اخش الدايمتر والبي دبليو جي اقدر اجيب دايمتر ايه؟ يبقى انا كده جبت الدايمتر ايه؟ الدايمتر ايه بتاعي. وقال لي 304 ستانلس ستيل تيوب. عايز كده من الاخر عشان هو صدعني. قال لك عايز التي او بكام؟ وعايز النمبر اوف تيوبس بكام؟ طيب
هو الداني قال لي السايكل دي بتاخد 40 ميجا وات، بطلع منها باور وورد اوت 40 ميجا وات. تفتكر دي اول ما اشوفها ايه المنطق الصحيح من انا؟ انا مالي اطور التكنولوجيا تاني عشان يبقى مدرك معايا الدنيا. هو مديني الاوتبوت ده، طب انا هستفيد ايه بيه؟ ام نوت على طول اول ما اشوفه ملوش حل غير ان انا استفيد بيه ام نوت، او لما يطلب الايتا سايكل تروح انت تجيب الحاجات بتاعتك وتحل مش عارف ايه، تروح تجيب كيو وفي الاخر كيو دي وورك على كيو تجيب ايه؟ الكلام بتاعنا لا زي الكيو ات كانت بتبقى ايه؟ ما علينا ما علينا حاجه كده خلاص 40 ميجا وات خلاص. هتجيب منها الام او سيستم ازاي؟ ما انت تعالى كده ميرسل دي نقطه واحد صح؟ ودي نقطه اثنين. نقطة واحد تقدر تجيب عندها الاتش بتاعتها؟ ما بيديني بريشر وتمبريتشر، يبقى الاتش بتاعتها تبقى موجودة من تبقى كام؟ طول ما انا 100 كده يبقى تبقى 3. طيب هنزل انا بفضل يكون معاك الشارت بدل ما تجيب كاس كونستنت تخش تبقى 3 والدنيا دي كلها. هنزل بالشارت لغاية البريشر كوندنسر اجيب اتش مين؟ 2. يبقى انا عندي هقول كده 40 ميجا وات هضربها ب 10 اس 3 عشان تبقى كيلو وات بتساوي ام ناقص تي في اتش واحد ناقص اتش اثنين. في اي مشكله؟ ديت اللي داخله التربينه دي اللي خارجه من التربينه كده جبت مين؟ الام ناقص تي. يبقى دي معايا جميل. هو فاضل 30 ثانيه بس الذاكره اتحرقت. ماشي الحته دي خلاص انتوا فاهمين يعني تمام؟ عندك ده وعندك ده وعندك ده وعندك التي ساتيوريشن والتي ساتيوريشن والتي كل الموتر ايه؟ مديك الووتر ايه للكونديشن؟ مديك انت كل الووتر ايه ب 20، فعندك ده وعندك ده، ما عندكش غير المجهول ايه؟ المجهول ده. طب تعالى نشوف هنا مليون شرط عندك